هذا وأشار سيالا إلى أن الانتخابات هي الحسم، ولا بد من المرشحين أن يتقبلوا نتائج صناديق الاقتراع مثل الدول المتقدمة، وإن لم تتوفر هذه الشروط فأنا لا أعتقد أنها ستحل المشكلة. الحل الحقيقي هو الانتخابات، وطالما الانتخابات هذه ستتم، ربما كان أملهم في أن تنتهي هذه القوائم التي اشتغلت عليها المفوضية وصرفت عليها مبالغ، هذه المنظومات، هذه الأجهزة، ولذلك هو مستهدف بالتأكيد مقرنا.